رام دراري درام درارا أغنيتي الجديدة تتم تيتي تم. كلامها رائع. اللحن أولا يا عزيزتي وبعده الكلام. لوبونغو، إنها هي السيدة الشريرة. أوه، إنها كرويلا. فعلا كانت زميلتك في المدرسة كرويلا دوفيل. وجدتها. كرويلا دوفيل، كرويلا دوفيل، إنسانة مخيفة، لسانها طويل، تجعله من أي شخص فجأة حزين. كرويلا، كرويلا، شريرة ليس لها مثيل. روجر، سوف تسمعه. كرويلا دوفيل. أدخليها يا ناني. أنيت عزيزاتي، كيف حالك؟ بائسة ويائسة وتعيسة كالعادة. أين هم؟ أين ذهبوا؟ أرجوك أخبريني أين هم؟ من تقصدين يا كرويلا؟ الكلاب الصغيرة. أريحي قلبي، أين الكلاب؟ أوه، ليس قبل 3 أسابيع، إنهم لم يولدوا بعد يا كرويلا. أنيتا، أنت دائما سذجة. تعال هنا، تعال، تعال. كرويلا، هذا معطف من الفراء؟ فراء طبيعي يا عزيزتي، أنا أحب الفراء، أحبه كثيرا. أخبريني، ما هو نوع المرأة التي لا تحب الفراء؟ أحب أن أقتني الفراء، لكنه ليس أهم شيء. أنيتا، أنت قنوعة. أنا أعرف، أعرف، انتهت أحلامك في هذا البيت الصغير. ورضيت بأن يكون هذا الرجل الفقير فارس أحلامك. لما يا كرويلا؟ واقتنعت باقتناء بعض الكلاب المرقطة. أجل، معطف فراء جميل هذا. تفضلي الشاي يا كرويلا. علي الانصراف يا عزيزتي، متى ستلد الكلبة؟ ستبلغينني، أليس كذلك؟ حسنا يا كرويلا. لا تنسي، أنت وعدتني، أراك بعد 3 أسابيع. إلى اللقاء يا عزيزتي. تخدعك بمظهرها في البداية، لكنها تصدمك في النهاية. عينيها تشبه عيني الثعبان الذي يستعد للهجوم. روجر، قلت لك كفى. تملأ الحياة بالشر المدفون، مكانها الحبس في أحد السجون. أريد أن أريح العالم من كرويلا غوريلا دوفيل.